فالرزق سر من أسرار الله. السعي وهاي الأمور كلها مقتضيات، الذكاء والفطنة مقتضيات، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هاي الحقيقة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إذن بيده العطاء، بيده المنع، وقضية الرزق هكذا. من أسسنا هذا الأساس فأخرجنا الرزق عن المعادلات والحسابات المادية البحتة. ولذا بالحسابات المادية البحتة الإنفاق ماذا ينقص من الرزق؟ لا، الآن نريد نأسس لأساس آخر. وما أنفقتم من شيء، المتكلم أصدق القائلين، رب العالمين في أعظم كتاب سماوي له مهيمن على سائر كتبه، أنزله الروح الأمين على قلب أشرف الخلق أجمعين. وعد ممن هذا؟ من هذا، من هذه الجهة. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. إذن هذه بذلك يتم تتم المصالحة بين قضية ما تستدعيه الأصول الأخلاقية من الإنفاق وما يستشعره الإنسان من قضية حزازة الإنفاق لداعي المكاسب والحرص عليها.